هذه حبال التفجير التي تم توصيلها في احدى القرى. هذه هي حتى الحبال المتفجرة التي تم اخراجها من احدى القرى. هذه حبال التفجير التي تم اخراجها من احدى القرى بعد الهجوم عليها والسيطرة. هذا حد حبال التفجير. ابوات التي زرعت في احدى مساحتها المواطنين تعمل على حبال التفجير. وهذا احدى الابوات التي زرعت من داخلها. ما هيش كاميرا. احدى الابوات التي تم زرعها في بيوت المواطنين وتفجيرهم من مساكنهم. وهذه احدى المساكن التي تم اخراج الابوات منها. لكن بفضل الله تم التعامل معها من قبل الفريق الهندسي. هذا صناديق مليئة ومتهارس الميليشيات. هذا جهاز التصنت. هذه احدى متهارسهم. هذا حبال التفجير. وهذا الابوات اللي تم زرعها في بيوت صنع ايراني. شوف شوف ندخل نرويهم انه امام البيت. داخل البيت عبوة يتم زرعها من قبل الميليشيات الحوثي. وهذا احد المساكن اللي تم زرع فيها الطاغوت. هذا حبال التفجير. في خلف قرية العقد تم بحمد الله عثور على 3 أو 4 شبكات التابعة للميليشيات الحوثي الإيراني من قبل فريق الهندسة التابع للقوات المشتركة. بالروح بالدم نفديك يا يمن. بالروح بالدم نفديك يا يمن.